كما رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أسمايات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تأهل منتخب البحرين الوطني لكرة اليد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز المستحق على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة النهائية للتصفيات الأسيوية، مشيرة بأن هذا الإنجاز البحريني الرياضي قد تحقق بفضل الدعم الملكي السامي للرياضة والرياضيين وتوجيهات جلالته لأبنائه لتحقيق النجاحات والبطولات في المحافل الرياضية، والذين تمكنوا من حصد المراكز المتقدمة ورفع اسم مملكة البحرين عاليا خفاقا. كما وبعثت معالي رئيسة مجلس النواب برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر مباركة لسموه هذا الإنجاز الرياضي المشرف لمنتخب البحرين لكرة اليد الذي جاء استمرارا لجهود الحكومة الموقرة للقطاع الرياضي والرياضيين. كما وبعثت معالي رئيسة مجلس النواب برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشيدة بما حققه رجال فريق البحرين في المجال الرياضي الذين وصلوا مسيرة الإنجاز والتقدم بروح العطاء والتميز. كما وبعثت معالي رئيسة مجلس النواب برقية تهنئة إلى سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكدة أن تأهل منتخب البحرين لكرة اليد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 هو ثمرة دعمي واهتمامي وحسن تخطيطي ورعاية سموه للرياضة والرياضيين في مملكة البحرين في مختلف الرياضات والمسابقات، وأن هذا النجاح المشرف هو تأكيد لنجاح المبادرات المتميزة والبرامج النوعية والمشاريع الرفيعة التي وضعها سموه لتطوير الرياضة ودعم الرياضيين في مملكة البحرين.